وقد بات أمام الشركات الناشئة فرص واعدة للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هذه نظرة على بعض الحملات الناجحة والفرص المقتنصة بذكاء من قبل كبريات الشركات العالمية على منصة التغريد الأشهر تويتر. في عالم التسويق الإلكتروني يستطيع الجميع الترويج لمنتجه، ولكن لا يستطيع الجميع التميز. العام الماضي شهد عددا من الحملات المبدعة التي تركت علامة فارقة في مجال التسويق الاجتماعي. بطريقة فريدة من نوعها، روجت شركة الدومينوز بيتزا لمنتجها على تويتر لمدة ساعتين فقط تحت راية السعر الزهيد، لتطلب من متابعيها التغريدة لطلب وجبة الغداء مستخدمين هاشتاج ليتس دو لانش، ليتقلص السعر كلما زادت التغريدات، فإذا بالحملة تحصد متابعة هائلة تجعلها حديث المغردين السعداء بتراجع سعر بيتزا دومينوز ذات الحجم الكبير بأكثر من النصف. أما سامسونج فقد استغلت بدهاء لحظة سيلفي تاريخية جمعت بين كبار النجوم العالميين في حفل أوسكار العام الماضي. الصورة التقطها الممثل برادلي كوبر من هاتف سامسونج خاص بمقدمة البرامج الشهيرة إيلين دي جينريس، لتغرد بها الأخيرة فتحظى بمليون إعادة تغريدة في 45 دقيقة. دخلت سامسونج على الخط فورا مروجة لهاتفها من خلال هاشتاج أوسكارز سيليبري تويت. ولندن كانت مسرح حملة ترويج استثنائية لشركة بيبسي تحت هاشتاج Live for Now. قامت بيبسي بتزويد أحد مواقف الحافلات المزدحمة بأجهزة خدع بصرية، وأخذت تبث مقاطع فيديو تبين ردود أفعال الجمهور المضحكة، ليلقى الوسم حظا كبيرا من إعادة التغريد على تويتر.